السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع وكما العادة مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا المقطع إخواني راح نتعرفوا على اللائحة النهائية لفريق الرجاء الرياضي التي ستنافس في دوري الأبطال الموسم الجديد. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تخلي لايك وتشارك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك دائما الجديد. اختار فوزي البنزرتي مدرب فريق الرجاء الرياضي 31 لاعبا في لائحة الفريق التي ستشارك في دوري عصبة الأبطال الإفريقية في الموسم الرياضي الحالي، وضمت اللائحة أبرز اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق الأخضر في الموسم الرياضي الحالي بعدما نجح النسور الخضر في تأهيل جميع الوافدين الجدد ليكون من حقهم المشاركة في دوري عصبة الأبطال. ولم تشهد لائحة الرجاء الرياضي أي مفاجآت بخصوص اللاعبين المقرر أن يشاركوا في عصبة الأبطال في الموسم الحالي، علما أن الكاف كان قد أعفى فريق الرجاء الرياضي من الدور التمهيدي بفضل ترتيبه ضمن أبرز أندية القارة السمراء. وضمت لائحة النسور في حراسة المرمى كالعادة أنس زنيتي وغاية مرباح ومروان فخرة. خط الدفاع سيكون مكون بكل من مروان الهدهودي، جمال حكاس، وإسماعيل مقدم، ومحمود بن تايك، وعبد الإله مذكور، وبشعيب العراسي، وعبد الصمد بدوي، وزكريا البيب. فيما خط الوسط سيكون وليد الصبار، وعبد الرؤوف بن غيث، وعبد الحي فرصي، وكمراء أحمد، وعبد الله أزرو، وحمزة مجاهد، وروجي أهلو، ومحمد زريدة. خط الهجوم الذي سيعتمد عليه فوزي البنزرتي في المسابقات الإفريقية هذا الموسم وحتى الدوري: أكسيل مايي، حمزة خابة، وحسين رحيمي، ويسري بوزوق، وزكريا حذراف، وسفيان بن جديدة، وزكريا الهبطي، ومحمد بلكوست، وهيثم البهجة. إذن هذه الأسماء التي سيعتمد عليها فريق الرجاء الرياضي خلال الموسم الجديد في دوري أبطال إفريقيا. نتمنى إن شاء الله يعطوا الإضافة مع فريق الرجاء الرياضي إن شاء الله سواء محليا وقاريا. وتمكن فريق الرجاء الرياضي من التعرف على منافسيه في الدور الأول لدور عصبة الأبطال بعد إجراء منافسات الدور التمهيدي، وسيواجه فريق الرجاء الرياضي في أول مباراة له في دور عصبة الأبطال هذا الموسم فريق نيجيريك من النيجر الذي ضمن تأهله إلى الدور الموالي أمس الجمعة بعد تعادله في مباراة الإياب أمام سبور الغيني بدون أهداف، علما أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز المنافس المقبل لفريق الرجاء الرياضي بهدفين لهدف. ويستعين فوزي البنزرتي مدرب فريق الرجاء الرياضي بثلاثة لاعبين جدد، وذلك خلال المواجهة التي ستجمعه بضيفه المغرب التطواني غدا الأحد برسم الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية. ووجه فوزي البنزرتي الدعوة لكل من المدافع الأيسر محمود بن تايك والمهاجم حمزة خابة والطقولي روجو أهلو بعد تأهيلهم بشكل رسمي من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة قدم للاستعانة بخدماتهم في المواجهة المذكورة أملا في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم. وفي المقابل سيفتقد مدرب فريق الرجاء الرياضي لخدمات كل من الجزائري يسري بوزوق عن مباراة المغرب التطواني بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة اتحاد تورقة والتي ستغيبه عن الملاعب لمدة تقريبا 4 أسابيع. يشار إلى أن الرجاء الرياضي يستقبل المغرب التطواني على أرضية الملعب محمد الخامس بالدار البيضاء غدا الأحد بداية من الساعة 5 عصرا. بالتوفيق للفريقين معا سواء الرجاء الرياضي سواء المغرب التطواني على مستوى البطولة الاحترافية، وبالتوفيق أيضا للأخضر الرجاء الرياضي في دوري الأبطال هذا الموسم. نتمنى إن شاء الله التوفيق للمجموعة التي أعطيت لها المهمة للدفاع عن قميص فريق الرجاء الرياضي. حلم رئيس الفريق عزيز البدراوي وكذلك عشاق فريق الرجاء الرياضي، نتمنى إن شاء الله أن يعطي أكله هذا الموسم وأن نشوف فريق الرجاء الرياضي يمثل الراية المغربية ويمثل الكرة المغربية في دوري الأبطال إلى جانب الوداد أحسن تمثيل إن شاء الله بحول الله. إذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو إخواني، ما تنساوش بارتجوا الفيديو وخليونا تعليقاتكم حول اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للدفاع عن قميص الرجاء الرياضي في الموسم القادم في الموسم الجديد من دوري أبطال إفريقيا. رأيكم يهمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.